مشاهدين الكرام في العراق وفي كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم باسم ممثلي القنوات العراقية في هذه الجلسة التي كانت بدعوة كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ المهندس محمد الشياع السوداني للإجابة عن أسئلة تتعلق بالبرنامج الحكومي، ما أنجز منه وما لم ينجز، وأيضا إحاطة الملفات والأسئلة والهواجس التي تشغل بال الرأي العام العراقي وغير العراقي أيضا. شكرا لك دولة الرئيس على استضافتنا في هذه الجلسة المباشرة. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، كل الترحيب بالأخوات والأخوة ممثلي القنوات التلفزيونية الوطنية في العراق بهذا اللقاء. شكرا لكم وأهلا وسهلا. شكرا لك دولة الرئيس. حقيقة أستأذن من زملائي في أن أبدأ الأسئلة في هذه الجلسة. طبعا الملفات كلها تتزاحم في الأولوية، ولكن بودي أن أطرح في البداية ملف المياه. هذا الملف الذي شكل أزمة إنسانية، خاصة بعد ظاهرة التصحر وما يعيشه الناس الذين يعتمدون بحياتهم كاملة على الأنهر والأرياف والمسطحات المائية. وكانت لكم زيارة سابقة إلى تركيا عول عليها العراقيون كثيرا، وأسفرت عن اتفاق لضخ المياه من تركيا إلى العراق، ولكن يبدو أن هذا الأمر لم يكن مجديا تماما، وكما ترى أن التصحر الآن يضرب في جوهر الحياة العراقية خاصة في تلك المناطق. ما الذي اتخذتموه أو ستتخذونه من أجل معالجة هذا الملف، سواء على صعيد الحوار مع الدول التي ذات العلاقة بهذه الأزمة، أو الاعتماد على الإمكانات الذاتية لتجاوز هذه الأزمة على المنظور الطويل؟ بالتأكيد اليوم نحن أمام أزمة عالمية في مسألة شحة المياه تواجه العراق والمنطقة بسبب شحة الأمطار وتصحر، ظاهرة الاحتباس الحراري، التغيرات المناخية أثرت بشكل كبير على توفر المياه. العراق عانى بشكل كبير نتيجة ظروف عدة، منها خارجية ومنها داخلية. حلولنا، خلينا نتحدث بصراحة، حلول آنية، ماكو حلول استراتيجية لحد الآن، سواء كان الحكومات السابقة أو الحكومة الحالية. يصير عندنا شحة مياه، وجه وفد، يبدأ الجهد الدبلوماسي وتصير إطلاقات مياه. اللي حصل في موسم الماضي، موسم الزراعي، كان الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بأمطار، فصارت عندنا خطة زراعية، وصلنا إلى الرية الأخيرة تسميها رية الفطام، صارت شحة مياه، صارت مشاكل. فكان توقيتها تقريبا مع زيارتنا إلى تركيا، وذكرنا هذا الجانب واستحقاق العراق للحصص المائية، وبالفعل استجابت تركيا وانطت دفعات مائية مكنتنا من إكمال الخطة الزراعية اللي نجحت بهذا الشكل اللي تابعنا حضراتكم في هذا الصيف، اللي هو أقصى موسم مر في تاريخ الدولة العراقية. وزارة الموارد المائية لأول مرة تسجل هذه الأرقام لانخفاض الاحتياطي والخزين من المياه. استمرت جهودنا الدبلوماسية مع الجارة تركيا. الجانب الإيراني كان إطلاقات مياه كبيرة في نهر الكارون، بحيث حتى ما احتاجنا إطلاقات من ناظم قلعة الصالح والقرنة، فاضطرينا أيضا من خلال علاقاتنا وتواصلنا الدبلوماسي مع الجارة تركيا تمكننا من مضاعفة الإطلاقات المائية قبل الزيارة الأربعينية بعشرين يوم، لغاية يوم أمس عندنا انخفاض.
كلها معالجات آنية. بصراحة أنا فكرت في هذا الموضوع كثيرا مع نخبة من المستشارين والمختصين، وإن شاء الله راح نقدم خطة لحلول جذرية، خطة استراتيجية لمعالجة الملف من كل جوانبه. المياه ليس فقط إطلاقات من الأنهر من دول الجوار وتترك المجرى كما هو، وإنما يحتاج الاستثمار الأمثل للمياه. أنا في تنقلاتي الداخلية كل ما أركب الطائرة أشوف البحيرات، دائر مدار المحافظات، بحيرات أسماك في ظرف أنت عندك محافظات ومناطق توقفت فيها محطات مياه الشرب، أكو خلل بالإدارة وهذا تحتاج له معالجة، وهكذا حتى مياه الصرف الصحي اللي يفترض أنه تعالج بشكل صحيح، لأنه أنت عندك شحة مياه وعندك مياه صرف صحي ترمى بشكل مباشر إلى الأنهر، فهذا قاعد ضعف المشكلة تسبب لك هذه الأمراض والكوارث. فيحتاج حلول وإدارة متكاملة، هذا ما نعمل عليه، وقريبا إن شاء الله سوف يعلن، وفي جنبة قانونية سوف تكون مغطاة بقانون من مجلس النواب. نعم، عفوا دولة الرئيس، بعد التحية بخصوص مؤتمر بغداد اللي مجمع إقامته في نوفمبر المقبل، هناك أسئلة عديدة حول هذا الموضوع. ما الجديد في هذه النسخة، النسخة الثالثة بعد الأولى والثانية اللي عقدت في عمان؟ ما جدوى عقد هذا المؤتمر مع وجود تلميحات بأن لدى الحكومة فلسفة جديدة أو هدف جديد من إقامة هذا المؤتمر؟ وأيضا سؤال عن مستوى التنفيذ، هل سيكون بنفس المستوى في النسخة الأولى؟ نعم، مؤتمر 2023 يعكس فلسفة هذه الحكومة في إدارة علاقاتها الخارجية مع دول المنطقة والعالم، القائمة على تبادل المصالح الاقتصادية التي تمثل الهاجس الأول لهذه الدول. اليوم حركة كل الدول حركة البوصلة اقتصاد، كل الدول كل المشاريع المطروحة مشاريع اقتصادية. العراق بإمكانه أن يتبنى هذا وهو قادر، وهذا ما عملنا عليه. كيف يمكن أن نستثمر ما لدينا من موارد، من إمكانيات، من موقع جغرافي، من علاقات طيبة، نستثمرها في تحقيق هذا الإجماع الإقليمي والدولي في مؤتمر بعنوان التكامل الاقتصادي ضمان الاستقرار الأمني والداخلي والإقليمي. هذه الفلسفة اللي تبنتها الحكومة من خلال حركتها، من خلال علاقاتها، من خلال تواصلها مع مختلف دول المنطقة والعالم، يتم الإعداد له إعداد محكم، سوف تطرح فيه أوراق ورؤى، وبالتأكيد سوف تكون الدعوة للصف الأول من الدول الإقليمية والعالمية التي أبدت بنسبة كبيرة استعدادها وموافقتها على المشاركة. دولة الرئيس، تعلمون بأن هناك خطاب سياسي وأيضا في بعض الأحيان هناك خطاب حكومي يتحدث عن عدم حاجة العراق إلى قوات أمريكية قتالية، تقولون نحن بحاجة إلى مستشارين، لكن نتفاجأ بين فترة والثانية أكو تحركات كبيرة للقوات الأمريكية. التساؤل هنا دولة الرئيس، ما هو دور هذه القوات؟ أين تذهب؟ ما هي تحركاتها؟ وماذا عن زيارة الوفد الأمني الأخيرة؟ التحركات الأخيرة التي أثارت لغط كبير وجو من الأخبار، سيطرت على الرأي العام وسائل التواصل، نزلت فيديوهات فبركة، حتى احنا تفاجئنا. الجانب الأمريكي هم سألته، هم تفاجئ، يعني كان في وقتها قائد المنطقة الوسطى جاي يشرف على تبديل القائد الحالي، فهذا جاي من ولاية فلوريدا، قال والله أنا هم وصلت سمعت هاي الأخبار، شنو اللي صار بالمنطقة؟ هو يسألني، قال لي بالأردن، قالوا لي أكو حركة أكو كذا، رحت سوريا واليوم أنا ببغداد. فأنا سألته قلت له شنو شعتكم أنتوا هذه الحركة مالت القوات وغيره؟ هذه كانت كلها عبارة عن تبديل قوات، قوات اللي موجودة في سوريا تم تبديل هذا اللواء بلواء آخر. هذا جانب.
الجانب الآخر حركة ما موجودة من في القواعد اللي العراقية اللي فيها مستشارين و من دول التحالف كلها تخضع لموافقة الحكومة العراقية. يعني أنا رجعت على الأوليات، حتى حركة السيارات اللي دخلت للسعودية من منفذ عرعر اللي تطلب أمور لوجستية دخلت بموافقة من العمليات المشتركة. يعني ماكو حركة لهذا التواجد بدون موافقة الحكومة الاتحادية. هذا جانب. الجانب الآخر اللي يتعلق بالزيارة، وهذا هو الحدث المهم اللي تزامن مع هذا هذه الأخبار. على الصعيد الأمني كانت الزيارة ناجحة جدا، لأن كان فيها مراجعة للعمل المشترك طيلة المرحلة الماضية، العمل بين قواتنا الأمنية والتحالف الدولي، وما حصلنا عليه من معلومات تمكننا من خلال هذه المعلومات من ضرب مواقع مهمة لقيادات كبيرة لداعش. للأسف لم تأخذ استحقاقها في الإعلام. يعني واحد من المواقع المهمة في صحراء الأنبار كان مركز قيادة 3 كهوف تم ضربها من خلال قواتنا وجهاز مكافحة الإرهاب، وكذلك الحال في ضربات في وادي الشاي، في كركوك، في الديالة. هذا كان بفعل التنسيق والتعاون المشترك وفق فلسفتنا في العمل الأمني، أن نضرب الداعش لا ننتظر أن يقوم بعملية. تتذكرون العمليات اللي كان يستهدف فيها النسيج المجتمعي في محافظة ديالة ويخلق فتنة في أحداث ومشاكل في أكثر من حادثة ومنطقة. اتبعنا أسلوب مهاجمة داعش في كل مكان، وهو واقع الحال. داعش أفراد موجودين في الكهوف في الجبال تطاردهم الأجهزة الأمنية بفعل هذا العمل والتنسيق مع التحالف الدولي. الجانب الآخر في المباحثات هو الجانب السياسي اللي أكدنا فيه أنه العراق اليوم لا يحتاج إلى أي قوات قتالية، وأعلن هذا الوفد بشكل صريح، وهذا استمرار لموقفنا في كل مناسبة. لسنا بحاجة إلى أي قوات قتالية في العراق. التحالف الدولي شكل في سنة 2014 لمواجهة داعش، انتهى داعش وانتصرنا بمساعدة الأصدقاء من الجيران ومن المجتمع الدولي، ونحن جزء من أي جهد دولي لمواجهة داعش وهذا الفكر المتطرف. لكن قوات بحجم التحالف الدولي وبحجم هذا العنوان وهذا العدد من الدول، بالتأكيد هذا الأمر يحتاج لمراجعة، وهو ما اتفقنا عليه في أثناء زيارة الوفد إلى واشنطن بأن تشكل لجنة، وبالفعل شكلت اللجنة، ومنتصف هذا الشهر سوف تعقد أولى اجتماعاتها لتحديد شكل العلاقة، شكل العلاقة المستقبلية بين العراق ودول التحالف الدولي. لسنا بالضد من علاقات ثنائية مع الولايات المتحدة أو أي دولة من الدول اللي موجودة ضمن المجال الأمني، هذا توجهنا. لكن وجود هذا العنوان بهذه الكيفية بالتأكيد يحتاج لمراجعة في ظل مقدرة وكفاءة أجهزتنا الأمنية اللي تؤدي دورها في كل مكان في أرجاء البلد. دولة الرئيس، شكرا حضرتك. أتحدث عن الربط السككي، كان أكو تصريح لحضرتك بال 2019 في أحدى الفضائيات تتحدث به عن أنه أي ربط مع أي دولة من دول الجوار هو فقدان العراق للورقة الاقتصادية، وبالتالي اليوم تم الاتفاق مع الجارة إيران، وحضرتك وضعت الحجر الأساس لهذا المشروع في الربط السككي ما بين العراق وإيران. هذا الشق الأول من السؤال. الشق الثاني من السؤال هو اليوم ما يحدث في قمة مجموعة 20، تم إعلان عن ربط سككي جديد يربط دولة بهارات الهند سابقا والسعودية والإمارات بأوروبا، وبالتالي ما مدى تأثير هذا الربط السككي على طريق التنمية في المستقبل؟ شكرا جزيلا. لا يزال موقفي هو نفس الموقف في عدم الموافقة على أي ربط
مع أي دولة لنقل البضائع بدون إكمال ميناء الفاو وطريق التنمية. هذا موقف ثابت رغم الالتباس أو خلط الأوراق اللي يمارسها البعض. لن نوافق على أي ربط سككي مع أي دولة لنقل البضائع. لدينا مشروع ميناء الفاو ومشروع طريق التنمية، والدولة العراقية بكل سلطاتها وفي مقدمتهم الحكومة جادة في وضع هذه المشاريع موضع التنفيذ إن شاء الله في أقرب وقت ممكن. الربط السككي مع جارة إيران لنقل المسافرين، وهذه خدمة وجزء من البنى التحتية المطلوبة في أي بلد كشكل من أشكال النقل في دولة نرتبط معها بحركة مسافرين وزوار بشكل كبير جدا، بحيث نوفر للمواطن عدة خيارات في النقل. وأيضا هذا الخيار مطروح مع دول شقيقة أخرى قيد البحث لنقل. الآن عندنا بحث، كانت هناك زيارة مؤخرا لأخ وزير النقل إلى السعودية لبحث أيضا الربط السككي لنقل المسافرين خصوصا الحجاج والمعتمرين. فهذا جانب. الجانب الآخر اللي أشرت إليه وإشارة مهمة، يوم أمس أعلنت دول العشرين وعلى لسان الرئيس الأمريكي بايدن إطلاق مشروع الممر الكبير بين الهند وأوروبا. وقبل هذا المشروع كان هناك مشروع الحزام والطريق، طريق الحرير الذي أعلنت عنه الصين بين الصين وأوروبا. وإذا تشاهدون الخرائط لكل المشروعين ماكو ممر في داخل العراق، بينما العراق هو الذي أوجد خط المتمثل بطريق التنمية، هو الأفضل وهو الأقصر وهو الأقل كلفة للنقل والترانزيت. وهذا اللي راح يدفع كل دول العالم اللي تتبنى كل المشروعين أنه تدخل مع العراق في إدخاله ضمن هذه المشاريع. السؤال ليش ما كان العراق موجود ضمن الخارطة؟ لأنه ما كانت هناك جدية في تنفيذ مشروع ميناء الفاو طيلة السنوات الماضية اللي هو الممر الأساسي، فضلا عن حالات عدم الاستقرار التي رافقت المشهد العراقي طيلة السنوات الماضية. لكن اليوم احنا جزء من هذه الحركة، من هذا الربط بين دول العالم وهذه الممرات الاقتصادية. ثانيا، نحن لا ننظر طريق التنمية بأنه فقط لنقل البضائع ترانزيت، وإنما نؤسس لمدن صناعية على طول هذا الطريق، تبدأ من المدينة الصناعية اللي موجودة بالماستر بلان في مشروع ميناء الفاو، وهي أكبر مدينة صناعية على مستوى الشرق الأوسط. هذا هو فلسفة المشروع وأهمية الربط. الربط مع كل دول يخضع إلى رؤية اقتصادية وحسابات وليس إلى قرارات ارتجالية. هذا اللي أريد أن أكده، والحكومة تدرس هذه كل الخيارات بالشكل الذي يتوافق مع متطلبات المصلحة الوطنية. دولة الرئيس، استكمالا لما طرحته حضرتك بما يتعلق بالمشروع الكبير وطريق التنمية وأيضا طريق الحرير، لكن ما زال التأخير بإنجاز ميناء الفاو حاضر وبقوة منذ سنوات عديدة. اليوم نسأل، ما هي نسب الإنجاز بميناء الفاو؟ هل هناك فرصة للعراق أن يثبت بأنه قادر على إنجاز هذا الميناء؟ ولأي مدى سيكون هذا الميناء فعال؟ وكيف سيؤثر ما طرح الآن من مشروع الممر الكبير وغيره على وجود ميناء الفاو وإمكانية عمله بما يخدم العراق؟ طبعا ما يمر أسبوع إذا ما أخابر على مشروع ميناء الفاو، خابر المدير عام، الوزير، المحافظ بالمتابعة. أولا، ميناء الفاو وطريق التنمية مرتكز أساسي للاقتصاد الوطني العراقي. ميناء الفاو وطريق التنمية ممكن أن يخلق عراق جديد ذو اقتصاد متنوع.
وهذا بشهادة كل المختصين في الداخل والخارج. إذن هي مصلحة وطنية غير خاضعة للتجاذبات والنقاش واللف والدوران. هذا مشروع استراتيجي وطني لكنه خاضع للتأخير. دولة الرئيس جايش بالتأخير لحد الآن، ماكو تأخير وبالدسب. طيب المشروع الذي أحيل في زمن الحكومة السابقة على شركة دايو 5 مشاريع عندنا. مشروع الأرصفة الآن نسبة الإنجاز الأرصفة 5 المرحلة الأولى 73% أكثر من المخطط. أنا أدعو كل القنوات الفضائية لزيارة إلى الموقع واللقاء ميدانيا مع المهندسين ويسمعون ويطلعون من نفسهم. مشروع طريق الربط بين ميناء الفاء ومقصر 43% أكثر من المخطط. مشروع النفق المغمور اللي هو أول مشروع في العراق ومن المشاريع المعقدة تحت خورج زبير، هذا 30.1 مقارب للمخطط. ومشروع القناة الملاحية تأخر لمدة سنة سابقا والآن انطلق بشكل كبير. مشروع الدفن أيضا ضمن المخطط، وبالنتيجة نحن مع موعد إنجاز للمشروع إن شاء الله نهاية 2025 بهذه المراحل. إحنا كحكومة ما انتظرنا 25 لأن السئليني هذا اللقاء مثبت في حقائق. من نكمل 5 مشاريع يشتغل الميناء، لا يحتاج لبعد لمسات الفينيشينج، هذا اللي نحتاجه. احنا ما راح ننتظر 25، راح نبدأ من الآن. شنو الأعمال الأخرى اللي تتعلق بالمناولة، البرج، البنى التحتية، الخدمات، الغير، الطرق الداخلية، الآن إعداد رؤية متكاملة لغرض الاتفاق من الآن مع شركات عالمية لإكمال هذه المتطلبات وللإدارة والتشغيل. اليوم نتكلم عن ميناء بحجم ميناء الفاو، يراد له إدارة محترفة، يراد له آليات عمل تواكب آليات العمل اللي موجودة في الموانئ العالمية حتى تجذب الناقلين والشركات والبضائع وغيرها حتى تعمل في هذا الميناء. فإذا الحكومة تفكر من كل الجوانب وبرؤية مستقبلية مو آنية، والله خلينا نكمل ميناء الفاو وتجي الحكومة الجاية هي تحتار بي أنا اللي عليها سويته بنيت الميناء. لا، ننظر للمرحلة الأولى بكل متطلباتها، وعلى هذا الأساس ذهبنا إلى تجديد أو توقيع مذكرة تفاهم ملحق بين شركة موانئ العراقية وشركة موانئ أبو ظبي، وهناك حوارات مستمرة لإنضاج هذا المشروع المتكامل حتى يعلن في وقته إن شاء الله. السلام عليكم دولة الرئيس. وعليكم السلام. يعني الموضوع مهم، حضرتك بالبرنامج الحكومي ركزت على قضية أنه دعم الاقتصاد العراقي وتحدث عن هذا الجانب المهم فيما يخص طريق التنمية، أيضا استكمالا لما تم طرحه من حضرتك ذكرتم أنه سيكون الاقتصاد أو الركيزة الأساسية للاقتصاد العراقي غير النفطي، وهذه النقطة الأبرز على اعتبار أنه اقتصاد العراق اليوم رأي يعتمد على النفط، ونحتاج إلى أن يكون هناك دعم آخر لتقوية الاقتصاد العراقي وتعظيم موارد الدولة. طريق التنمية تحدثت حضرتك أنه أساسيات الموضوع سيتم المباشرة بها بعد حين. تكاليف إنجاز هذا المشروع راح يتحملها العراق لوحده أم ستكون هنالك مساهمة من قبل الدول المستفيدة من إنشاء هذا الطريق؟ نعم، احنا ابتدأنا بالإعلان عن المشروع، طرحنا مشروع أمام دول المنطقة ضمن مبدأ الشراكات اللي تحدثنا عنه، وأيضا هو يحتاج هذا التعاون الإقليمي. هذا ممر اقتصادي مو خاص بالعراق، واحد من أهم الممرات الاقتصادية في المنطقة والعالم. نعم. ووفق دراسة الاستشاري الإيطالي هو الأقصر والأقل كلفة لنقل البضائع بين الشرق والغرب. فأنت حتى يشتغل هذا الممر لازم تخلي دول العالم كلها معك تشترك معك، هذا جزء من الاستقرار اللي احنا نسعى له في بلدنا العزيز. عقد مؤتمر، بعد المؤتمر ولغاية اليوم النقاشات الفنية وفود مستمرة
من الحكومة تذهب لهذه الدول. هناك أسئلة، هناك استيضاحات، هناك طلب بيانات، احنا والاستشارة نقدم هذه البيانات. اثنين، على الصعيد الداخلي عمل الاستشارة مستمر، جلسنا مع المحافظين وثبتنا المسار مال الطريق، قسمنا إلى مقاطع، وين التعارضات في كل محافظة، كل وزارة تقول لنا إذا أكو تعارض حتى نجي إلى مشروع ينفذ، مو يتوقف على حال المشاريع المتلكئة. أنت راح تتعامل مع دول وشركات عالمية. زين، بدأنا الخطوة الأخرى اللي هي نريد نروح لاستشاري عالمي خلال أسبوعين إن شاء الله، تحسم الحوارات اللي صار لها شهر، أكثر من شهر، نريد شركة عالمية مستشارة للعراق تنطينا الموديل الاقتصادي لتنفيذ هذا المشروع. هذا المشروع ما منفذين مثل قبل ولا المنطقة منفذه المرة الأولى، فيراد له موديل، يراد له استراتيجية اقتصادية وفنية لهذا المشروع. هذا من توفر لك، توفر لك الشركات الاستشارية العالمية. النقطة الأهم، قريبا سوف ندعو وزراء النقل للدول اللي أبدت رغبتها وحماستها لتنفيذ هذا المشروع، حتى يعقد مؤتمر مهم في قرار في بغداد إن شاء الله يمثل خطوة عملية في طريق تنفيذ هذا المشروع. السلام عليكم دولة الرئيس، وحييك وحيي الأخوة الزملاء. تحدثت حضرتك وتحدثوا الزملاء عن مشروع تنموي ومشاريع تنموية وخطط خدمية، وتحدثت أيضا من ضمن حديثك عن غياب استراتيجية للدولة العراقية في مجال المياه. أتحدث عن حكومة خدمات، وطرحتم حكومة الخدمات في هذه في بداية تشكيل حكومتكم. أتحدث عن هذه الخدمات، اليوم المواطن العراقي يسأل، طموحه مو تبليط ولا طموحه تفصيلات بسيطة، يروح يطلع فيريد شيء موازي لدول المنطقة على الأقل. بالتالي أتحدث عن أهم المشاريع الخدمية اللي في جعبة الحكومة العراقية، في جعبة فريقكم، وهل ممكن هذه المشاريع الخدمية توصل بمستوى الطموح على الأقل في حل أزمة السكن اليوم اللي أصبحت أزمة سكن خانقة، ممكن إنشاء بعض المجمعات السكنية وهي أصبحت بملايين الدولارات لا قدرة للمواطن أن يشتري. فأقول هذه المشاريع الخدمية هل هناك جدية حقيقية، استراتيجية حقيقية لدى الحكومة في معالجة هذه الملفات الخدمية؟ نعم، الخدمات كانت أولوية من ضمن أولويات الحكومة، ووضعناها عن قناعة أنه الخدمات اليوم محتاجها المواطن مثل ما تفضلت، يريد ينعم بوضع خدمي لائق في بلد مثل العراق لديه هذه الموازنات الانفجارية. لكن واقع الحال شنو؟ أنا قائم مقام بال2004 واليوم رئيس وزراء بال2023. بال2004 ونحكي على البنى التحتية إذا ثق بالله، والآن أشوف المشكلة اللي أمامي البنى التحتية. هذا أنا أسميه الرؤية. الخدمات يحتاج لها رؤية للحكومة. من أين تبدأ بالخدمات؟ تبدأ من البنى التحتية، نقطة راس سطر. ماكو شيء اسمه تدخل المدينة وتجيك أحد المحافظين قدم الخطة مالته ل23. شو قدم من خطة؟ إنشاء سوق، إنشاء بناية تجارية، إنشاء متنزه في مدينة ما فيها بنى تحتية، إنشاء مدخل. هذه إذا ماكو رؤية نظل نستهلك هذه الموازنات والأموال سنة بعد سنة، وهو هذا اللي حصل طيلة السنوات الماضية. وإلا أنا مو كلكم في برامجكم تقولون وين الموازنات راحت وين الأموال راحت، ما راحت باتجاه البنى التحتية. اليوم البنى التحتية خدمات شبكات الصرف الصحي، شبكات مياه الشرب، الخدمات والطرق البلدية، طرق وجسور وغيرها، التربية، المدارس، المراكز الصحية، وشبكات الكهرباء. شبكات الكهرباء مو الإنتاج، الإنتاج عوفة على الحكومة التحت. إذا ما ننجز هذه الخدمات ما نستطيع الحديث عن بناء محافظات ومدن وتنمية واستقرار واقتصاد. لذلك رؤية هذه الحكومة
موجهة بشكل واضح على البنى التحتية. أول ما أجينا استلمنا الخطط مالت الأمن الغذائي، غيرناها مالت المحافظين. في إحدى المحافظات أكثر من 35% لقيت من موازنته موجهة للطرق الريفية، 35% بقيمة لحد الآن أذكر المبلغ 450 مليار دينار للطرق الريفية، وهو عدة أربع مناطق مأهولة بالسكان ما عندهم شبكات مياه الصرف الصحي. فغيرنا هذه الفلسفة والخطط وتوجهنا كل خطط المحافظات والوزارة نحو هذه المشاريع. تعاملنا مع الخدمات بثلاث مستويات. المستوى الأول السريع اللي هو عبرنا عنه وأعلننا عنه الجهد الخدمي الهندسي، هذا دخل مناطق ما داخلتها دوائر خدمية منذ سنوات، قلنا خلينا نوفر خدمات سريعة. تباطأ العمل لأنه انفتح في كثير من الأعمال، وأنا في آخر اجتماع قلت لهم لا ركزوا على المناطق، انهوا المشاريع فيها يلا تطلع من عندها مو تعوف على النص. المستوى الثاني المشاريع المتلكية، عندنا 1453 مشروع متلكئ، هذا واقف، هذا اندثار ومشاكل تتعلق بالصرف والغيرها والتضخم. أنجزنا أو انخفض الرقم من 1453 إلى 963 مشروع، يعني هذا الفرق بدأ يشتغل بدأ ينفذ حتى يسلم، خصوصا احنا بدأنا بالمشاريع اللي نسبة انجازها 70% فما فوق، اريد انجز هذا المشروع ليش باقي متلكئ. 40% من المدارس المتوقفة انجزت، 40% هذه نسبة كبيرة في هذا المقطع الزمني. هذا المستوى اللي هو مستوى اكمال المشاريع المتلكئة وكلها على الطريق. لا تشوف انت المستشفيات وغيرها، انا داخل بالتفاصيل زين حتى أنهي هذه المشاريع المهمة. ثلاث مستشفيات لأول مرة راح تكون في بغداد، لأول مرة من 2003 ثلاث مستشفيات بأحدث المواصفات، هذه متأخرة من سنة 2012، من سنة 2012 إيش قد محتاج أهالي محافظة بغداد لهذه الخدمة. وهكذا المستوى الثالث اللي هو الخدمات الأخرى، يعني اليوم من نجي إحنا لمحافظات تفتقر إلى البنى التحتية، دخلنا لمحافظة الديوانية على سبيل المثال، عدنا ترتيب الخطة مالتها على الأمن الغذائي وفق هذه الرؤية، جينا ويا موازنة 23 انطينا تخصيصات إضافية مضاعفة لهذه المحافظة اللي هي تعاني من مشاكل خدمية وفقر وكثير. في 24 راح ننتقل إلى محافظة أخرى، مرشح عدنا محافظة بابل بنى تحتية. في 25 ننتقل إلى محافظة السماوة، لأنه باقي المحافظات على مستوى البنى التحتية مستوى متقدم، نتحدث عن ميسان، البصرة، واسط، كربلاء، تقريبا 100% مشاريع شبكات المياه للصرف الصحي وكذا. فإذا أكو رؤية في توزيع المشاريع الخدمية وتوجيه المحافظات والوزارات. اليوم نتحدث عن مشاريع فك الاختناقات في بغداد، 14 مشروع بين الوزارة، أكثر من 14 توصل حد 25 مشروع بين الوزارة وبين المحافظة وبين أمانة بغداد. إنجاز هذه المشاريع راح تغير من واقع مدينة بغداد التي لم تشهد أي مشروع لفك الاختناقات منذ الثمانينات، سجلها عليه وارجع للمشاريع كلها إذا أكو مشروع ساهم في فك الاختناقات منذ الثمانينات دخلنا لها، لأنه صارت ضرورة. أولا ازدحام، أرق، مشاكل، تلوث بيئي، كل النواحي هي سلبية وتأثر بتأثير مباشر على المواطن. إذن هذه الرؤية مع هذه المستويات أنا واثق أن الخدمات سوف تتحسن بشكل واضح، ولعل المواطن لمس أكو حركة واضحة على المستوى الخدمي في أكثر من موقع ومنطقة. دولة الرئيس، أيضا أحب أن أستمر بالحديث عن خطة الإصلاح الاقتصادي، برنامجكم الحكومي، وسؤالي سيكون في شقين.
الشق الأول فيما يخص القطاع الزراعي، قبل جلستين تقريبا كان هناك قرار لمجلس الوزراء برفع الدعم عن السماد الكيميائي للفلاحين وفتح باب الاستيراد. هذا الموضوع راح يزيد تكاليف على الفلاح باستيراد هذه المادة، وبالتالي تنعكس على المواطن فبي ضرر على الفلاحين، فنحب نستوضح عن هذا الموضوع. الشق الآخر أيضا من ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي تفعيل القطاع الخاص الداعم للقطاع الحكومي، الإجراءات بهذا الصدد أين وصلت؟ نعم، أولا القرار الأخير لمجلس الوزراء هو جزء من الإصلاحات، يعني أكو مبدأ أنت لو تدعم المدخلات لو تدعم المخرجات، ماكو شيء اسمه دعم المدخلات والمخرجات، هذا واحد. اثنين، من خلال دراستنا لواقع الزراعة اليوم ما يتم إعطاءه من كمية سماد هي غير كافية للمزارعين والفلاحين. أنا مهندس زراعي، احنا نعرف 60 كيلو غرام بالدونم يفترض من الأسمدة اليوريا، احنا ايش قد قاعد نطي؟ قاعد نطي 15 كيلو غرام على هذا الدعم. اثنين، اكو اشكالية كانت موجودة انه الحكومة ما تسمح للقطاع الخاص باستيراد الأسمدة، هذه بسبب الظروف الإرهاب وكانت تستخدم هذه المواد لصنع المتفجرات. الآن ولله الحمد أكو استقرار وأكو سيطرة أمنية، فاتخذنا هذا القرار، وهو المبلغ اللي موجود هو 100 مليار، مو مبلغ كبير لدعم هذه 15 كيلو غرام. وكل تفاصيل عملية تجهيز الأسمدة من العقود وانتهاء للفلاح يشوف الفساد وما توصل لمستحقيه، وتوصلها متأخرة، والفلاح دائما ما هو يشتري الكمية حتى يستفاد من في الزراعة. فاتخذنا قرار هذا 100 مليار نحولها لمنظومات الري بالرش، اللي الآن الفلاح متمسك ويريد بشكل قوي يريد هذه المنظومة حتى ندعم حصول على منظومات الري بالرش والتنقيط اللي هي تساعدنا في إدارة ملف المياه اللي تحدثنا عنه. وبنفس الوقت أطلقنا استيراد الأسمدة. الآن القطاع الخاص، إحنا نتحدث عن دعم القطاع الخاص، خلي القطاع الخاص يشتغل. شوف الأسمدة في ذروة الموسم صعدت 1,300,000 للطن، لأنه ما كان استيراد، خلي يصير استيراد ما يتجاوز سعره 600,000 للطن. نفس الوقت هنا عندنا مصانعنا قاعد تنتج سماد، فما عندنا مشكلة في هذا الجانب. وسيكون هناك مراجعة في شهر العاشر لسعر استلام محصول الحنطة، هناك توجه لزيادة السعر حتى ندعم من؟ ندعم الفلاح اللي زرع فعلا واللي استخدم الأسمدة مو اللي باحه. أنا شريد أريد الفلاح يزرع وينتج، أنا ما أريد أعطي الفلاح أسمدة يبيعها وما ينتج، فهنا أنا راح أتكفل أكثر من 100 مليار على موازنة الدولة. يعني حسبناها بال 175 مليار حتى أزيد السعر وأشجع الفلاح على الزراعة. إحنا الحمد لله مرينا بأنجح موسم زراعي في تاريخ العراق، الآن عندنا ولله الحمد خزين لمدة سنة من الحنطة. إحنا دخلنا الحكومة وعندنا خزين نصف شهر. الآن إحنا ما مهتمين بهذه الأزمة مالت الحبوب بين روسيا وأوكرانيا وارتفاع الأسعار، هذا عامل قوة وعامل إيجابي على نجاح الخطط والتوجهات في مسألة العملية الزراعية. القطاع الخاص لا بديل للدولة في دعم القطاع الخاص، لذلك ذهبنا في قانون الموازنة إلى تأسيس صندوق العراق للتنمية، واللي الآن هو أكملنا النظام، صوتنا عليه في مجلس الوزراء، ومن المؤمل قريبا إن شاء الله يتم تسمية أعضاء مجلس الإدارة. في الفترة الحالية الوفد المشرف على هذا الصندوق عقد عدة اجتماعات في السعودية، في لندن، في عمان، مع استثمارات وبنوك ومؤسسات تمويل للشراكة معهم في تنفيذ مشاريع راح ينفذها القطاع الخاص، ما تنفذها الحكومة ولا تعاقدات. جميل. قطاع خاص ينفذ هذه المشاريع اللي هي
عادة مشاكل تواجه المواطن. أيضا في قانون الموازنة انطينا ضمانات سيادية، وهذه لأول مرة، لأول مرة في الحكومة تنطي ضمانة سيادية للقطاع الخاص حتى يجي ينشئ له مصنع، حتى ينفذ له مشروع زراعي أو صناعي أو تجاري، وهذا كله موجه لدعم هذا القطاع اللي نعتقد هو القطاع المساند للقطاع الحكومي. شكرا. دولة الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزمة الدولار يعني سبقت تشكيل هذه الحكومة، الأزمة انتقلت إلى هذه الحكومة، لها تأثيرات ما زالت حتى هذه اللحظة على المواطن، ارتفاع أسعار. الحلول اللي شفناها ما جابت نتيجة حتى هذه اللحظة، السوق الموازي ما زال متحكم. هذا يطرح عدة أسئلة. أنتم عندما تقررون معالجة أزمة الدولار، هل تحديد سعر صرف الدولار وفقا لمعايير ورؤية سياسية أو وفقا لمعايير اقتصادية؟ كيف يتحدد؟ هذا جانب. الجانب الآخر، عادة العقوبات من جديد أو الحظر على مؤسسات مصرفية مالية عراقية مارست خروقات ألقت بظلالها على الدولة وعلى الاقتصاد العراقي، لكن ما شهدنا أن أحدا قد تمت محاسبته إخضاع للقانون. لماذا إصرار على تجاوز القوانين الدولية في التعامل بهذه القصة؟ وما هي حجم المحادثات الأخيرة مع الأمريكان بقصة الدولار؟ نعم، شكرا جزيلا. أنا أسميه إصلاح القطاع المصرفي والمالي، لأنه الدولار مرتبط بكثير من القطاعات، مرتبط بالضريبة، بالجمرك، بالتجارة الخارجية، بالرسوم، حماية المنتج، بالسياسات الاقتصادية، كلها حزمة واحدة لا يمكن تفكيك. هذا القطاع لم يشهد أي حالة إصلاح منذ 2003 ووجود مصارف أهلية ونافذة بيع العملة. بدأت مع عمل الحكومة في مسألة الامتثال للمعايير الدولية اللي كان يفترض أن تنجز في الحكومة السابقة، على اعتبار أن هناك مذكرة تفاهم وقعت لمدة عامين لم تنفذ، فانتهت العامين بمجيء هذه الحكومة وإحنا تقبلنا هذا الأمر، وفعلا وجدنا أنه فيه إصلاح رغم الكلفة الاجتماعية التي تواجه الحكومة. لكن ما أنجز خلال هذه الفترة، أولا البنك المركزي من خفض السعر هو عالج قرار سابق لم يكن قرارا مدروسا في رفع سعر الصرف، وأثر بشكل كبير على مستوى التضخم والمساس بمحدودي الدخل، وحتى على مستوى الصناعة والزراعة، على اعتبار أنه إحنا كل المواد الأولية مستوردة، ما عندنا مواد أولية منتجة في داخل البلد، فزادت الكلفة على عكس ما يشاع في حينها بأنه هذا سوف يشجع الصناعة والزراعة، وكنا شهدنا غلق كثير من المصانع الصغيرة. فإذا البنك المركزي وفق سياسته صحح هذا المسار واتخذ قرار 1300. اللي حصل الآن عندنا تجارة واضحة المعالم عبر المنصة ووفقا مثل ما تفضلت للمعايير الدولية، لأنه أنت حتى تكون تجارتك موثوقة ومؤسساتك المالية والاقتصادية موثوقة والعالم يتعامل معها، يريد يشوفك أنت تشتغل وفق هذه المعايير، لو كيف هاي المصارف تجيب مستندات وتطي عمولات مخلصي الجمرك ويغطون كل التحويلات المالية. فالآن تجارتنا تجارة موثوقة، التجارة الحقيقية، التاجر الحقيقي وين يروح؟ يروح للمصرف، للسعر الرسمي. من اللي يروح للسعر الموازي؟ خل نسأل من هو؟ أنا أقول لك منه. أولا إحنا عندنا تجارة مع جارة إيران، جارة إيران عليها عقوبات
ما مسموح لها انه يصير تحويلات ماليه، ماكو بنوك. فالتاجر اليوم، انا تاجر عراقي مشتري بضاعه من ايران، شلون منين اخذ الدولار؟ ما انطي اروح للمصرف ويحول عبر بنك براسي، لا اروح للسوق الموازي حتى اغطي. رغم ان الجانب الايراني وفي اخر لقاء قال ما اريد الدولار، خلنا نتعامل باليورو، باليوان، بالدرهم، بالدينار العراقي، بالتومان الايراني. وعندنا اليه الان يعمل عليها البنك المركزي العراقي والبنك المركزي الايراني لاعداد خطه لتنظيم هذه التجاره، وهذه راح تقسم ظهر السوق الموازي. هذا اولا. اثنين، عندنا اكو تجاره التبوخ. تجاره التبوخ اقوى تجاره، من تجي للمنافذ الرسميه الايرادات صفر، لكن من تجي للاسواق العراقيه تشوف التبوخ موجوده من الموصل للبصره. طيب شلون هذه دخلت؟ نجي لمشكله المنافذ والالتزام بالسياسه الضريبيه والجمركيه، وهذا واحد من الاشكالات اللي ناقشها مع الاخوه في اقليم كردستان. وكذلك الحال تجاره الذهب، تجاره مهمه وايضا تحتاج دولار تاخذ من السوق، هذه راد لها تنظيم، عندهم مشاكل مع المصارف وقضيه التحويلات. تجاره الادويه، انا قاعد اتحدث عن عناوين مهمه في التجاره، وهذه كلها تحتاج اموال تسحبها منين؟ من السوق الموازي. هذه ايضا وجدنا انه مشكله بين المنتجي الادويه، بين المذاخر، بين وزاره الصحه وتسجيل الادويه والمصارف، فكون نحل اشكالاتهم حتى يدخلون للمنصه وياخذون الدولار الرسمي. التجاره الالكترونيه للسيارات بالانترنت، يبيعون يشترون بالدولار شراء السيارات، وهكذا وصولا الى صغار التجار. صغار التجار هذه عنده مشكله وهي الضريبه، ما ممكن يروح للضريبه. طبعا هو انا ما اقول هذا التصرف الصحيح، لكن اكو اشكالات عند الضريبه في اجراءاتها وفي الروتين وفي سياقات العمل. لذلك عندنا اصلاحات حقيقيه في الجانب الضريبي حتى نشجع التاجر يجي يراجع الضريبه وتكون تجارته. هذه حزمه متكامله، مو قرار يتخذ وتستقر الامور، هذه يحتاج لها عمل متواصل، وهذا ما يجري عليه الان. الآن فرق تعمل ولا يمر أسبوع سواء كان للمجلس الوزاري للاقتصاد أو مجلس الوزراء من قرار ضمن هذا السياق اللي نعمل عليه. المصارف التي تم معاقبتها أو منع تعاملها، ماكو عقوبة، منعوا تعاملها بالدولار موجودة، كان يفترض العقوبة تصير من البنك المركزي، لأنه دوائر اللي موجودة المختصة، دائرة مراقبة الصرف ودائرة مراقبة دائرة غسيل الأموال، أشرت خروقات على هذه المصارف، فكان يفترض وفق القانون البنك المركزي يتخذ هذه الخطوات، إلا أنه صدر هذا القرار باعتبار أنه الجانب الأمريكي حريص على العملة مالته ويعتقد أن عمل هذه المصارف يضر بهذه السياسة اللي أثرت على مستوى تداول الدولار. البنك المركزي جاء مؤخرا من زيارة إلى واشنطن مع وخضع إلى نقاش مع الجهات الأمريكية بهذا الصدد، وهناك تعاون وتفهم لكل الإجراءات المتخذة من قبل الجانب العراقي. يحيلنا هذا دولة الرئيس إلى ملف الفساد. نعم. منذ بدء البرنامج الحكومي، إعلان البرنامج الحكومي، تعهدتم بمكافحة الفساد مكافحة جادة وشاملة، بل ذهبتم بعيدا إلى التعهد باسترداد الأموال العراقية المنهوبة. ما هي الخطوات التي أنجزت في هذا الصدد، لا سيما وأن هنالك يعني مؤشرات كانت في وقتها محبطة تتعلق بسرقة القرن، التي حتى الآن الأسئلة تحوم حول الإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها. نعم، الالتزام بمكافحة الفساد اليوم مطبق واقع عملي وليس في طور التعهدات والوعود. اليوم
الشيء المهم واللي دائما أقوله، الإرادة الحقيقية لمكافحة الفساد والقرار لمكافحة الفساد موجود، ما عليه غبار. واحد، لا توجد لدينا خطوط حمراء باتجاه الفساد والفسادين. أي ملف الآن عبر قنواتنا، سواء كان الأجهزة الرقابية أو اللجان المختصة اللي في مكتبنا، أي ملف نسمعه في إخبار في وسائل التواصل، ثق هناك لجنة تذهب بشكل مباشر. أحيانا مناشدات من الأخوة الإعلاميين، يمكن أستاذ نجم جتني فد مناشدة من عنده، نأخذها نلتقطها ونذهب نشكل فيها لجنة ونحقق فيها. كل الأخوة السادة والسيدات النواب، كل إخباراتهم، كل إخباراتهم عندنا تحقيقات فيها، ومستعد أي نائب يقول أنا دزيت ملف أنطيه اللجنة التحقيقية اللي توصل. الشيء الثالث أنه إجراءاتنا هالمرة إجراءات قانونية مهنية، مو اجتهاد، لأنه تدري كثير من الإجراءات السابقة شابهة كثير من الانتقائية والإجراءات خارج نطاق القانون. الأمر والتطور المهم في عملية مكافحة الفساد في هذه الحكومة أنه مبدأ الاسترداد، استرداد الأموال والمطلوبين صار واقع. حتى الدول بدأت تتجاوب معانا بشكل واضح، يعني قبل أنا ما سامع، وأنا خو كنت بالمشهد وأنتم موجودين ما سامعين أنه جبنا متهم أو رجعنا أموال. الآن كل الدول تتعامل معانا بإيجابية في هذا المجال. دخلنا تجمعات دولية مختصة بالاسترداد، بتبادل المعلومات، وفتحنا صندوق الآن لاسترداد هذه الأموال. الآن لأول مرة الفاسدين يشعرون أنهم مطاردون حتى في الدول الأجنبية. قبل يقول لك لا أنا عندي جنسية وراح أحتمي بالجنسية، ماكو هذا الكلام بعد. أنا هم حتى علاقاتي، بوصلة علاقاتي مع هذه الدول مرهونة بالتجاوب مع هذا الملف. لذلك كثير من المطلوبين بدوا هم يتصلون، وما أريد أذكر أسماء، قسم من عندهم إجوا وسلموا نفسهم، قال لك أنا إذا أتجنب الملاحقة فأنا أريد أجي وأحضر أمام القضاء ودافع عن القضية المتهم فيها. لازلنا نثق بالقضاء العراقي وبإجراءاته، وخصوصا ما يتعلق بسرقة الأمانات الضريبية. هذا الملف الذي لم يهمل مثل ما يتصور البعض أبدا، أيا كانت امتداداته من أسماء أو كذا، لكن هذه مرهونة بإجراءات القضاء اللي نحترمها، وإحنا باجتماعاتنا ومن خلال هذا اللقاء دائما على أهبة الاستعداد لدعم إجراءات القضاء تجاه أي شخص مطلوب في داخل العراق أو خارجه. شكرا مرة ثانية دولة الرئيس. الإصلاح لابد أن يكون مرافق للعمل الحكومة، وهناك تجارب لدول معينة شهدت نهضة في وقت قصير. الإصلاح الحكومي تحدثت عن تعديل وزاري وتسربت أسماء للإعلام أنه الفلان الوزير الفلاني راح يروح راح يطلع راح كذا. الآن خفت هذا الموضوع، وحتى تغيير المناصب الدرجات الخاصة أيضا كانوا مشمولة. التغيير أو التريث هو بتغير قناعة رئيس الحكومة وفريق المستشارين، لو أكو رؤية سياسية حاولت تعطيل التعديل الوزاري والإصلاح الإداري، ولا بأس شوية هيجي سؤال شخصي، وين صارت الرخصة الرابعة؟ وأكثر من حلقة معاي حضرتك تحدثنا بصريح العبارة عن تأميم شركات الهاتف النقال. شكرا. شكرا جزيلا. أولا الإصلاح الإداري ضرورة لبناء الدولة بصراحة، ومعالجة كل هذه المشاكل. هذه احنا تحدثنا عن ملفات كثيرة، هذا من ينفذها؟ ينفذها جيش من المدراء والوكلاء والمستشارين والموظفين. إذا ما تكون أدوات ناجحة، إذا ما تكون مراقبة ومتابعة وتقييم، نظل احنا نتحدث ونتخذ القرارات في هذه القاعة المجاورة في مجلس الوزراء. لازم أكو فد سقف زمني للوزير. الوزير واتفاقنا السياسي
يخضع للتقييم أيا كان، وهذا التقييم إن تطلب تعديل وزاري فالحكومة جاهزة للتعديل الوزاري. لكن قبل أن نبدأ بهذه الخطوة علينا أن نعالج هذا التسلسل الهرم اللي موجود في الوزارة. عندنا مدير عام وكثير من المدراء العامين احنا دخلنا الحكومة هم موجودين من الحكومات السابقة، فحتى لا يشاع ان هذه الحكومة شالت المدراء العامين وجابوا غيرهم، قلنا لا اكو فرصة 3 أشهر 6 أشهر تقييم مدراء عامين ووكلاء. شكلنا لجان، لجان من الجهات الرقابية من الوزارات من المستشارين، وتقييم علمي وبمعايير واضحة، هذا للجنة، وأكو تقييم للوزير. فمن إجينا المدراء العامين أنا اعتمدت تقييم الوزير، حتى لو تقييم اللجنة أنه هذا لا يصلح، لكن شفت الوزير يقول يصلح قلت أخذ رأي الوزير. طبعا بالأداء مو بالفساد، الفساد ما بيه لا وزير ولا لجنة قبل يروح للقضاء. اجينا كملنا المدراء العامين تقريبا اكثر من 90% تم تقييم كل المدراء العامين، وقسم من عتهم اعطيناهم مهله لتطوير ادائه. انتقلنا وين؟ الى الوكلاء والمستشارين، انجزنا النسبه الاكبر. هذا الاسبوع سوف نعلن عن ما لا يقل عن 15 وكيل ومستشار سوف يتم اعفائه في كل الوزارات وفق الاليه نفسها. اللجنة تقول لا يصلح لكن الوزير يقول يصلح، أخذ رأي الوزير. ليش هذا؟ ترجيح كفة، لأن أكو تقييم ينتظر الوزير، والوزير هو يتحمل مسؤولية، هو اللي أصر على هذا المدير العام وأصر على هذا الوكيل، فراح هو يتحمل أدائه اللي أصر على بقائه. تقييم الوزاري قادم وضمن توقيته، تأخر لأنه تأخرت الموازنة. أنت حتى تعطي فرصة للوزير وين يبين أداء غير يبين أداء مشروع برنامج بتخصيصات، وما معقول لا موازنة لا كذا ويقول له تعال خلي قيمك في ظل هذه المشاكل والتراكمات. لكن التقييم قادم وبالتأكيد هناك تعديل وزاري قريب إن شاء الله. الموضوع الرخصة الرابعة، من خلال هذا اللقاء قريبا إن شاء الله تطرح الرخصة الرابعة أمام مجلس الوزراء بعد مسلسل من الإجراءات، تعاقد مع استشاري وعدلنا دراسة الجدوى وأكمل كل المتطلبات. الآن في ضوء النقاشات واللمسات النهائية بين الوزارة وهيئة الإعلام والاتصالات، تدري هاي الإشكالية اللي دائما عطلت المشروع من سنة 2010. باقي الشركات خو تدري احنا قبل لا نجي للمسؤولية صار قرار قضاء بتجديد العقود، وجددوا لها العقود، واحنا نحترم التعاقدات. كل تسديد الديون سددت الديون. شركة كورك صدر حكم للهيئة ويفترض انتهت الرخصة، وبالتأكيد راح ننتظر انتهاء العقود حتى يتم تقييم هذه الشركات على مستوى التجديد أم إنهاء العقود. شكراً دكتور. دولة الرئيس والوزراء، السلام عليكم. أنا هاولي قادم قناة فضائية كورساد نيوز. هناك ملفين مهمين. كركوك في الأيام الأخيرة كادت نار الفتنة أن تشتعل في كركوك وعراق كلها. كيف تستطيعون إبعاد كركوك عن أي فتنة وحمايتها عن أي فوضى والفتنة؟ نعم، شكرا جزيلا. كركوك عنوان للتآخي والتعايش السلمي للمكونات والأطياف الكريمة للشعب العراقي، وهذه مسؤوليتنا جميعا نحافظ على هذا الوصف وهذا المبدأ ونبعدها عن أي إرهاصات أو حسابات قومية أو سياسية داخلية أو خارجية. كركوك حالها حال باقي المحافظات مقبلة على انتخابات تجرى لأول مرة منذ عام 2005، وهذه الانتخابات سوف تكون قومية. العرب ينتخبون ممثليهم، والكرد
كذلك والتركمان فضلا عن باقي المكونات الأخرى. هذا جزء من الحالة المتشنجة لأنه لأول مرة تصير انتخابات. اثنين، كركوك فيها مشاكل، مشاكل كثيرة ومتراكمة منذ فترة، وخلقت حالة من عدم الانسجام وضعف الثقة بين الواجهات السياسية. هذا كلها انعكست وين؟ على أي حدث يحصل. قضية تسليم المقر للحزب الديمقراطي هي قضية جزئية بسيطة، لكنه طبيعة الحدث وما رافقه من احتقان وخطاب قومي وتحشيد يعكس هذه التناقضات كلها. لا نهرب من هذه المشكلة، هذا أصل القضية. القوة السياسية اتفقت في منهاج وزاري على قضية مفردة اسمها تسليم المقرات الحزبية في محافظات نينوى وكركوك وديالة. كل القوى السياسية بدون استثناء، مو إجراء حكومي، وإنما هذا تطبيق لمنهاج وما اتفق عليه. ويوم أمس أنا دعوت ائتلاف إدارة الدولة، كل قيادات ائتلاف إدارة الدولة بحضور السيد رئيس الجمهورية، وقلت لهم بالكلام الواضح والصريح، وأن هذا التزامكم، ملتزمين به؟ لو ما ملتزمين، ما ملتزمين أنا كل واحد يقعد بمكانه. عندكم التزام متفقين عليه؟ خو ليش تتكلمون أنتم تقولون هنا متفقين وكل واحد يحرك أدواته من تحت الطاولة، وتنعكس وين؟ على المواطن وعلى سقوط ضحايا شهداء وجرحى من مواطنين أبرياء عزل. فالمشكلة في كركوك مو مشكلة أمنية، إنما مشكلة سياسية. خرج الائتلاف والاجتماع يوم أمس باتفاق واضح ببيان بالنقاط عدة، الحمد لله كان حديث مسؤول وصريح، واللجنة القيادية من ائتلاف إدارة الدولة سوف تنتقل إلى كركوك تلتقي كل الفعاليات السياسية الاجتماعية وتعالج المشاكل الآنية. احنا ما نقدر نعالج كل المشاكل اللي موجودة، لكن الأهم أنه نحافظ على هذا الهدوء والاستقرار ونهيئ الأجواء لهذه الانتخابات. أنا بتقديري الانتخابات ووجود مجلس محافظة منتخب هو الطريق لإيجاد حلول لكل هذه المشاكل والإرهاصات. ملف الثاني، ميزانية والرواتب. كل يوم نسمع عشرات تصريحات، بيانات، توضيحات متضاربة حول المشاكل المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، لكن حكومتين نسوا أن موظفي إقليم كردستان أصبحوا ضحايا. نعم. موظفين في إقليم ينتظرون لقمة العيش من الحكومتين، لكن للأسف لا يمر أي شهر بدون مشاكل. موظفين وعامة الناس يريدون توضيح، إيضاح من دولة الرئيس الوزراء الاتحادي بدون أي دبلوماسية، بدون أي لف ودوران. لماذا لا يرسلون حصة الميزانية الإقليم والرواتب من ضمنها؟ وصلنا الربع الأول من أيلول، موظفين ما استلموا رواتبهم شهر تموز. نعم، فقط أضيف على الشق الأول أنه السؤال، اللجنة التحقيقية المكلفة بتحديد المقصرين الذين تسببوا بإطلاق النار مستمرة بأعمالها، وهناك متهمين تم إلقاء القبض عليهم، وهناك أهداف مطلوبة بحدود 28 ممن وجد بالصورة والمعلومة بحملة السلاح وفضلا عن التحريض. هؤلاء صدرت بحقهم أوامر قبض، وسوف تعلن نتائج التحقيق أيا كان الطرف الذي تورط بإراقة دماء المواطنين في محافظة كركوك. مسألة العلاقة المالية بين بغداد والإقليم والرواتب، طبعا احنا متفقين المتحدث رئيس مجلس الوزراء والوزراء ما يمتلكون قرار خارج القانون. عندنا قانون موازنة، روح اقرأ قانون الموازنة من مادة 12، لا، المواد اللي خاصة بالإقليم. ماكو شيء اسمه تمويل رواتب، اسمه تمويل حصة إقليم كردستان اللي هي 12.67%. ال 12.67% تمول من حجم الإنفاق العام. ايش قد تنفق الدولة، وزارات ومحافظات ودولة، نطلع من عدها 12.6 كل شهر وترسل للإقليم.
واضح هذا، هذا القانون يقول قانون الموازنة 23-24-25 اللي موجود، واللي أنا ملزم أنا والوزراء ووزيرة المالية بتنفيذه. من نجي ننفذ هذا القانون بحذافيرة أكو صعوبات، صعوبات كثيرة تتعلق بالمواد وتتعلق بطبيعة الإيرادات النفطية وغير النفطية واستحقاقات الإقليم، اللي هو الإقليم اليوم يحتاج الأموال، يعني الإقليم ما عنده أموال فائضة حتى يمشي أموره، شي يجي من إيرادات يمشي وضع الإقليم، وزارات ومحافظات واستحقاقات أمن وخدمات، وهذا هنا نتفهمه. فهنا من نوقف أمام هذا الإشكال القانوني اللي ما يمكننا من الاستمرار في عملية التمويل وفق هذا الصيغة، تبرز مشكلة مطالبة بالرواتب. هنا الرواتب احنا أمام استحقاق وطني أخلاقي مطلوب من الحكومة من الدولة العراقية تجاه مواطنيها في إقليم كردستان. على ضوء هذا الاستحقاق ومثل ما تفضلت أجاوبك بصراحة، ذهبنا إلى صلاحية مجلس الوزراء ما يستطيع أنه يتجاوز القانون، لكنه صلاحية مجلس الوزراء أن يعطي قرض، يعطي قرض للإقليم حتى يصرف الرواتب للموظفين، وهذا اللي اتخذناه في آخر جلسة لمجلس الوزراء، ونحن ملتزمون بمسؤوليتنا تجاه مواطنينا في إقليم كردستان، لا مجاملة ولا خطاب دبلوماسي، لكن هذا يحتاج له أجواء من الثقة، أجواء من الحوار، وليس من التصريحات والبيانات والاتهامات. مجلس النواب يوم أمس طلب وزيرة المالية ووزير المالية في الإقليم يحضرون في اجتماع اللجنة المالية ويقدمون تقرير. أي توصية تأتي من مجلس النواب خارج هذا السياق الحكومة تنفذها، عدا ذلك احنا عندنا الإجراءات والآليات اللي إن شاء الله هنخفف الأزمة ومعاناة المواطنين في إقليم كردستان إن شاء الله. نعم دولة الرئيس، سؤالي القادم عن آفة تفتك بالمجتمع العراقي، دخيلة على المجتمع العراقي بسبب ذعر للعوائل لأولياء الأمور على أبنائها، تفتك بشبابنا بشكل واضح، وهي آفة المخدرات. هذه الآفة حقيقة سؤالي عنها لأنه أكو استغراب عند الناس وعند المتابعين أنه بالرغم من تكثيف جهود الدولة للقضاء على آفة المخدرات، في نفس الوقت يزداد انتشارها والناس عينها على الدولة، على أجهزتها وعلى القائد العام للقوات المسلحة، أنه شنو الإجراء الكفيل بأن يقضي على هذه الآفة؟ التهديد رقم واحد الآن في العراق المخدرات، لا داعش ولا غيره، المخدرات التهديد رقم واحد، وكل حدودنا أغلب حدودنا تواجه مسألة تهريب هذه المخدرات. للأسف بدل ما كنا بلد مرور الآن بلد في تعاطي وانتشار لهذه الظاهرة. عد تقييم للآليات العمل كلها بدءا من الشخوص وارتباط المديرية التي تعمل الآن بإشراف مباشر من وزير الداخلية، وفصلنا ساحات العمل بين الأجهزة الأمنية لأن كان جزء من التشابك في هذا الأمر. والنقطة الأهم حددنا الهدف في مسألة مواجهة هذه الظاهرة، أن نستهدف ونضرب التجار، تجار المخدرات، يعني مو ننشغل بالمدمنين رغم أنه هذا إجراء مطلوب من عندنا، لكن التجار الذين انتقلوا إلى مرحلة إنشاء المصانع لهذه المواد من المخدرات والمؤثرات العقلية. من خلال الموقف اللي أمامنا والذي يعلن، كان هناك منجز واضح على صعيد ضبط هذه الكميات بالأطنان، وعلى صعيد إلقاء القبض على التجار وتصفيتهم بأثناء المواجهات، وقعوا عندنا شهداء ضباط ومراتب، وأيضا من خلال القضاء الذي ساهم في إكمال حسم القضايا وحصلت أو صدرت أحكام بالإعدام والسجن المؤبد لكبار التجار. هي معركة كبيرة تخوضها الأجهزة الأمنية، نحتاج تكاتف كل المجتمع،
بدأنا أيضا بالانفتاح على المنطقة والدول الإقليمية على الوكالات العالمية. حاليا نجري مراجعة قانونية لبحث خيارين، أما تأسيس جهاز مستقل لمكافحة المخدرات أو استحداث وكالة خاصة في وزارة الداخلية لمكافحة المخدرات. بنفس الوقت هناك مؤسسات معنية في هذه العملية اللي تتعلق بالمؤسسات والمراكز الصحية لاستقبال الذين تأثروا بعملية الإدمان. هناك قرار بتنفيذ 5 مراكز صحية على مستوى وزارة الداخلية في المحافظات، وأيضا وزارة الصحة في ضمن مشاريعها تنفيذ مراكز صحية لمعالجة الإدمان والمدمنين. شكرا مرة ثانية سيادة الرئيس. واحدة من الأشياء الحلوة بيك، بالمناسبة هذا مو مدح، توصيف، أنه أنت تعرف الباقنة وتعرف اليومية. الولد اشتغلت وياهم أنت من 2003 إلى الآن، واي طقن عليهم، فجرة هنا، هاي صفقة قرن، ذيك صفقة راس، ذيك ما أدري شنو. عدنا أمل أنه أنت ممكن أن تكون قصة نجاح، لأن أنت دائما تتحدث عن رؤية. القصة الأخيرة مؤلمة، هي قصة الجادرية، سرقة أراضي الناس، وهاي قصة من مجموعة قصص فساد. أذرني سيادة الرئيس أقول لك حقير بسلوكه وبالممارسة. القصة مو الجادرية، قصة مو الكرادة، قصة مو المنصور، قصة مو الدورة، قصص. هذه الآن كيف تم معالجتها؟ الأراضي راحت، الولد قطعوا، ناس باعوا، شلون راح تعيد حق الناس؟ أنا عرضت مناشدات لناس سيادة الرئيس، شلون أخذوا بساتينهم، شلون قطعوها أراضي، وأحدهم والله ما زال حي يرزق، أخذوا بستانه مانطا، دبوا بالسجن ووقعوا بالسجن وصادروا أراضي بالسجن. هذا الملف المعقد شلون راح تحله، خصوصا أنه عليه تأكيد من المرجعية؟ ترى مو بس الجادرية سيادة الرئيس، هاي اليم المعلق والبزيونة والمنصور، وعندنا محافظات بساتين جرفت، عقارات فقرة راحت. الله يعينك عليه، بس طمنا شنو جديدك بهذا الموضوع؟ الحكومة بادرت لاتخاذ إجراء بهذا الصدد قبل الإشارة الأبوية من المرجعية الدينية العليا لهذه القصة، من خلال لقاء المرجع الأعلى السيد السيستاني حفظ الله للأهالي في منطقة الجادرية. احنا قبل هذا البيان وقبل هذا اللقاء، من خلال القصة التي ظهرت والشكوى للمواطن، شكلنا فريق برئاسة وزير الداخلية وانتقل للموقع والتقى المواطنين نفسهم. ولازلت أذكر لحد الآن يوم الأحد، هذا كان يوم الاثنين بدأ التحقيق، بنفس الأسبوع قدمت التوصيات، صدرت أوامر قبض على 8 أفراد من هذه الأشخاص اللي والشركة اللي ساهمت في بيع وتجريف الأراضي الزراعية العائدة لمواطنين، مجموعة مواطنين ورثة، قسم منهم باع واستلم فلوسه بالإكراه؟ أبدا مو بالإكراه. واحدة من الشركات قدم فيديو لكل مواطن مستلم فلوسه، والقسم الآخر من ضمن الورثة ما باع، وتدري هذا مشاع في عملية فرزة وتقطيع وفيها إشكالات. من ضمن التوصيات أيضا كانت محاسبة للفوج الحماية الرئاسي اللي سكت عن هذه العملية طيلة الفترة الماضية، وتم إحالة الضباط للتحقيق، تغيير في مواقع الآمرية هذه الأفواج والأجهزة الأمنية الماسكة للمنطقة. الآن عندنا عدة قرارات مكتسبة الدرجة القطعية ومتخذة من قبلها من القضاء، وأحيلت إلى دائرة تنفيذ العدل، واللجنة في وزارة الداخلية تابعة التنفيذ. هذا واحد. قرارات أخرى معروضة أمام التسجيل
العقاري، وأيضا فيها لجان وجهات مختصة تتابع هذا الموضوع. السيد رئيس مجلس القضاء أيضا بادر من جانبه إضافة إلى هذه الإجراءات، أرسل قاضي مع المواطنين إلى المنطقة وأجرى معاينة واتخذ الإجراءات المكملة لهذا الملف اللي هو ملف الدولة ومؤسساتها، يعني مو كل واحد عنده إجراءات، فالموضوع متابع. وفتح الباب هذا لبعض الحالات مثل ما تفضلت في مناطق أخرى، وصلنا هذه المناشدة وهذه الشكوى وتعاملنا معها بنفس الإجراءات. أنا اللي أحب أن أؤكد أنه ليس هناك شخص أو طرف أو مؤسسة محمية إذا ثبت تورطها في هذه العملية، وبموجب الإجراءات القانونية فإننا يعني أنا أعتذر عن مقاطعتك سيادة الرئيس، اللي صادروا هاي الأراضي تعتقد شركات وأشخاص لو قوة نافذة؟ لا أكيد هذا تحقيق، أنا ذكرت ما أريد أعيد الكلام، هذا تحقيق وأشخاص وأوامر قبض، احنا نشتغل بموجب القانون مو بموجب الظنون والاتهامات. اي اقول اي جهة يثبت تورطها في عملية ارغام مواطن على بيع او اخذ ارض عائدة له بموجب القانون والاوراق، هذه سوف تكون تحت طائلة المحاسبة ايا كانت، وهذا التزام الحكومة سواء كان في هذه المنطقة او غيرها. واحنا اذا اريد نجمع قد حالات تصدينا فيها في الدورة كانت مواجهة مع البعض اللي أيضا قطع الأراضي وتم إزالة هذه التجاوزات، وبنفس الوقت ألقينا القبض على أحد. في كل المحافظات عندنا في كل محافظة قصة ومتابعة، هذا واجبنا، مو يعني هذا فد منجز نضيفه بسجل إنجازات أو برنامج الحكومة، تنفيذ القانون، محاسبة من يستغل موقعه الرسمي، هذه من صلب عمل الحكومة. لكن هذا يراد لتعاون ويراد لأدلة وثائق، مو بطريقة الاتهامات أو بطريقة ما يطرح من قضايا. تدري جزء من حالة الإرباك في الرأي العام ما نواجهه هنا في وسائل التواصل وفي ظل هذه التجاربات اللي تحصل في المشهد. أطرح السؤال بشقين. السؤال الأول، تعرف حضرتك الدستور كفل حق التظاهر السلمي، ولدينا ولدى الجميع من العوائل العراقية وذوي الشهداء قصة في موضوع تظاهرات تشرين، وبالعودة لمنهاجك الوزاري يوجد التزام من قبلك لعوائل الشهداء وأيضا الجرحى في التحقيق في هذا الملف الذي تعثر في الحكومة السابقة، وتعرف حضرتك الكثير من اللجان تشكلت وإلى يومنا هذا لم تعلن نتيجة أي لجنة تحقيقية وزارية حدثت في أي ملف. هذا السؤال الأول حقيقة اللي أعتقد اليوم راح يكون يعني محل اهتمام لدى الكثير من ذوي الشهداء والجرحى، جرحى التظاهرات التشرينية. السؤال الثاني حقيقة، الانتخابات المحلية يقال إنها ستؤجل، والمصادر تقول، مصادر سياسية تقول أنه في نية الأطراف السياسية والأحزاب السياسية أن تكون انتخابات مبكرة يدمج بها الانتخابات المحلية والبرلمانية. وحقيقة هنا أسأل، يعني الانتخابات المحلية مهمة، وموازنة هذا العام تقدر ب 198 تريليون، كيف ستحمي حكومتك هذه الأموال من بعض المحافظين الذين متهمين بملفات فساد؟ كيف سنحمي أموال الدولة من استغلالها في الانتخابات المحلية؟ نعم، ميزة هذه الحكومة أنها تنفذ التزاماتها وتعهداتها، وما يتعلق بإكمال التحقيقات بأحداث تشرين 2019 نؤكد التزامنا بإكمال التحقيقات وإعلانها أمام الرأي العام. متى؟ اللجنة القضائية التي شكلت في الحكومة السابقة حال مباشرة الحكومة أوعزنا لهم بإكمال مهامهم، حافظنا على هذا القرار وعلى ما أنجز طيلة الفترة الماضية، وهو عمل كبير وواسع
في نهاية الشهر تموز سلمت اللجنة التقرير الختامي لأعماله، وهو حاليا قيد التدقيق وتقاطع البيانات والإحصاءات، وسوف يعلن قبل نهاية هذا العام إن شاء الله أمام الرأي العام بكل تفاصيله. وهذا جزء من التزامنا تجاه المواطنين وتجاه ذوي الضحايا اللي ينتظرون إجابة لما حصل في تلك الفترة. أما الموضوع الثاني اللي يتعلق بالانتخابات، يوم أمس كانت القوى السياسية في ائتلاف إدارة الدولة بكل أطيافها بكل قياداتها برئاساتها الثلاث أكدت على إقامة الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات في موعدها المقرر. واليوم عندنا اجتماع مع مجلس المفوضين للوقوف على آخر الإجراءات. خصصنا أموال وصرفت من أجل هذه الانتخابات، يعني الدفعة الأولى كانت 150 مليار قبل إقرار الموازنة، ما مخصص أيضا تم إطلاقه في موازنة 23. فكل الإجراءات ماضية باتجاه إقامة هذه الانتخابات. هذا الاستحقاق المهم اللي جاوب على الشق الثاني لسؤال حضرتك، أنه نريد مجلس منتخب يمثل أهالي المحافظة موجود في المحافظة، يشرف على التخصيصات المالية ويشرف على توزيعها، صادق على المشاريع ويراقب أداء الأجهزة التنفيذية. احنا مستمرين بمتابعتنا، ويمكن الحديث انا تحدثت بالبداية عن تنظيم المشاريع المحافظة وترتيب أولوياته، هو هذا جزء من قطع الطريق على هدر المال العام اللي يحاول البعض انه يخليه بعناوين مشاريع هي لا تمثل جدوى. هذا هو واجبنا، وسوف يستمر حتى مع وجود المجلس المنتخب والمحافظ المنتخب. الموازنة التي خصصت للمحافظات فقط من تنمية الأقاليم والبترودولار وباقي التخصيصات يمكن وصلت 10 تريليون دينار، تضاف إلى موازنة الأمن الغذائي. هذه أموال تحتاج إلى حماية اليوم، حماية وخطط لاستثمارها الاستثمار الأمثل، موفق ما وجدناه من عشوائية في اختيار المشاريع وإدراجها. هذه العملية مستمرة، ونعتقد أن المشاركة الفاعلة للمواطنين اللي نتأمل أن تكون مشاركة فاعلة واللي نتأمل أن تكون خيارات دقيقة من قبل المواطن حتى يكون فعلا هناك ممثل لهم في هذا الكيان الدستوري الرسمي الذي هو ضرورة واستحقاق مهم حتى يتكامل أركان النظام السياسي والصلاحيات المركزية اللي موجودة في الدستور. هناك انقسام كبير بمواقف مجلس النواب والنواب العراقيين، قسم من النواب يشوف بأنه الحكومة ما التزمت بقضية الموازنة وسلمت بالتالي أموال إلى إقليم كردستان على شكل قروض طبعا دون أن يسلم الإقليم أي واردات نفطية أو حتى غير نفطية. النواب الأكراد أيضا يشوفون بأنه الحكومة ما التزمت بالموازنة وما أرسلت استحقاقات الإقليم، وبين هذا وذاك يعني يحتاج توضيحات وتفصيلات، بتفضل سيادة الرئيس. السجالات هاي باقية، هذا يقول ما التزمت وذاك يقول ما نفذت. الآن وزيرة المالية راح يتم استضافتها في مجلس النواب، ووزير المالية في الإقليم راح يكون أيضا في اللجنة المالية، ولغة الأرقام سوف تتحدث. شكرا. طيب دولة الرئيس، باسم الزميلات والزملاء نشكرك على هذه الفرصة الثمينة والإجابات الواضحة الواسعة. شكرا جزيلا لكم. شكرا. كما نشكركم مشاهدين الكرام على متابعتكم. كان هذا لقاء مع دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ المهندس محمد الشياع السوداني. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.